سلاطين عمان على الشبيبة FM. الإمام بالعرب بن سلطان اليعربي حكم منذ عام 1679 إلى عام 1692 للميلاد. كان واليا على مسقط في عهد أبيه الإمام سلطان بن سيف بعد إخراج البرتغاليين، ثم أصبح بعد ذلك واليا على الرستاق. لاحق الإمام بالعرب البرتغاليين في شرق أفريقيا حتى موزمبيق، وهاجمهم في الساحل الغربي للهند. اهتم بالجوانب الاقتصادية للبلاد وأنشأ العديد من الأسواق، وله إنجازات عمرانية عديدة حيث بنى حصن جبرين. كما اهتم الإمام بإنشاء المدارس وفي مقدمتها مدرسته بجبرين، حيث يعتبر الإمام بالعرب عالما بالفقه والتفسير. لقد كان الإمام بالعرب بن سلطان عادلا كريما ودودا مرهف الحس، لا يرد أحدهم خائبا خاصة الضعفاء والمحتاجين، وكان يسمى من شدة كرمه أبا العرب.